قادر يجيب له حقه، فمن فعشان كده انا بس برد على الناس اللي بيتهموني. قعدت سنة ونص متعلقة، لميني متجوزة ولميني مطلقة، ومش هجري ورا حق ابني من ابوه اللي رميه، ومحدش يتهمني اني مقصرة في حق ابني اللي تعبان. عايدة غنيم بطلة مسلسل الحاج متولي تكشف تفاصيل تعب ابنها وتنهار بالبكاء. يا ترى عايدة غنيم عملت ايه لما جوزها رفض يطلقها؟ وايه تفاصيل تعب ابنها اللي محدش يعرفه وبتصرف فيه بالدولار؟ ازاي ردت على اللي قالوا انها بتتهم ابو ابنها بالتقصير في حقه من غير دليل؟ خليكم معايا في الفيديو ده وانا اقول لكم تفاصيل الحكاية. قعدت متعلقة من جوزها سنة ونص كاملين، لا راضية تروح محكمة ولا غيره، وقالت ابني لما يكبر هيقول انتي دخلتي بابا المحكمة ليه؟ اضطرت من كتر ما هي بنت اصول تبعت له ناس وتوسط قرايب في العيلة علشان تاخد حريتها لحد ما تنزلت عن حقها علشان ما تبقاش متعلقة، ده بدل ما ترفع خلع وتنفصل في ظرف شهر. بس الناس بيقولوا لها طيب متنازلة عن حق ابنك ليه؟ ما لو ليكي حق روحي خديه، وده اللي خلاها ترد وتكشف المستور. طول ما ربنا بيرزق انا بصرف على ابني، قعدت تعيط وقالت مش محتاجه حاجه من حد وابني موجود واللي عاوز يديله حق يديهوله، انا ابني تعبان بياخد جلسات تخاطب وتنميه مهارات وتعديل سلوك وتكامل حسي، ده غير الاشعه اللي بيعملها على دماغه علشان نعرف وصل لحد فين، ده غير الادويه والتمارين بتاعته، ده غير فلوس حضانته ومدرسته وتعليمه وحاجات كتير بيحتاجها. وعلشان كده عايده غنيم شايفه ان اي قرش هيتصرف في المحكمه علشان تجيب حق ابنها يبقى هي وابنها اولى بيه. السيناريست احمد عاشور هو ابو ابن عايده غنيم، وقالت ان هو الوحيد اللي هيتحاسب على ابنها علشان هو اللي رميه، وهي عمرها ما هتلجا لاي حاجه من دي علشان ما حدش يلوم عليها بكره وبعده، وابو عارف اللي عليه والمسؤوليات، وربنا ولا هيحاسبه على اللي بيعمله. يعني من الاخر مش هتربي ابو ابنها ولا تنصحه يخلي باله من ابنه ويصرف عليه، عاوز يعمل كده يعمل مش عاوز خلاص، وهي كده كده ربنا بيرزقها برزق ابنها. كل اللي بيتهم عايده غنيم انها ملهاش حق وعملت فيديو ملوش لازمه علشان تخلي صوره طليقها مش حلوه وخلاص، ردت عليهم علشان هي ليها حق وتقدر تاخده، بس مش هتعمل كده وناس كتير واقفين جنبها وبيدعموها انها بنت اصول ولازم تشيل كل الفواتير اللي بتصرفها على ابنها علشان بكره وبعده ممكن تحتاجها. الفنانه عايده غنيم تبقى بنت الفنانه غاده عبد الرازق في مسلسل عائله الحاج متولي ببطولته الفنان الراحل نور الشريف، حقق شهرة كبيرة جدا لما اتعرض سنة 2001، هي من مواليد سنة 1982، عندها دلوقتي 42 سنة، المسلسل ده كان هو سبب شهرتها ومعرفة الجمهور بيها، الفضل يرجع للفنانة عايدة رياض اللي رشحتها للدور. يوم 12 أغسطس سنة 2016 اتجوزت عايدة غنيم من السيناريست أحمد عاشور، حضر فرحهم فنانين كتير واللي أحياها المطرب شعبان عبد الرحيم الله يرحمه، عاشوا في تبات ونبات وربنا كرمهم في أول سنة وخلي وابنهم الوحيد محمد، وفي نفس اليوم السنه اللي بعدها احتفلوا بعيد جوازهم الاول ومعاه سبوع ابنهم محمد، بس الدنيا ما بقتش مظبوطه وحصل انفصال بعدها بفتره وما كملوش مع بعض.